السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بمتابعي علماء مصر. بإذن الله هنبدأ اللايف مع دكتور حاتم زغلول بعد دقيقتين على ما الناس تبدأ تتلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا متابعي علماء مصر. معكم اليوم في ويبينار جديد ومتجدد مع الدكتور حاتم زغلول عن تطوير التكنولوجيات الجديدة للاتصالات المتنقلة. بنستضيف معنا دكتور حاتم زغلول ليحدثنا عن الاتصالات المتنقلة وكيف جرى التفكير في تكنولوجيا الواي فاي وعن أحدث التطورات في هذه الصناعة الكبيرة. نبدأ عن دكتور حاتم زغلول. درس الهندسة الإلكترونية في جامعة القاهرة وحصل على درجة البكالوريوس عام 79. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كالجاري عام 94، وشارك في عدد من الاختراعات أهمها ما قام عليه الواي فاي. والآن نترك المايك لدكتور حاتم ليحدثنا عن رحلته استفاضة أكبر. تفضل دكتور حاتم. شكرا أحمد، وشكرا علماء مصر على استضافتي. القصة ببساطة يعني إن كنت يعني بعد ما خلصت هندسة القاهرة اشتغلت شوية في شركة اسمها شلومبرجيه، وعملت يعني أنا ما خدتش امتحانات آخر السنة، لكن عملت سنة ثالثة ونص سنة رابعة من بكالوريوس رياضيات في جامعة عين شمس. اشتغلت في شلومبرجيه 3 سنين، وبعدين رحت كندا درست فيزياء بعد الهندسة والرياضيات. عملت ماجستير سنة 85، وبعدين اشتغلت بقى على الجنب، فخلصت دكتوراه في فترة طويلة شوية يعني. دراستي في الفيزياء كانت في الكهرومغناطيسية، فاتصالات مع الكهرومغناطيسية ده الاتصالات اللاسلكية. في سنة 89 اشتغلت في شركة تيلس، دي حاليا أكبر شركة اتصالات في كندا. وتلس كانت ناوية تبقى أول شركة تعمل الـ 2G، فطلبت مني إن أساعدها نعرف إيه أحسن تكنولوجيا 2G يشتغلوا بيها. الكلام ده سنة 89، ما كانش لسه الاتصالات يعني بقت سريعة بأي صورة من الصور، يعني أنا أشرح لكم الوضع اللي كنا فيه. كنا بنخش على الإنترنت، الإنترنت طبعاً ظهرت ما بين الجيش وبعضه، ما بين الشركات وبعضها سنة 79، لكن ما بقتش للبابليك إلا في الثمانينات يعني. في آخر الثمانينات كنا بنخش على حاجة اسمها النيوز، فمثلا لو أنا عايز أخش على الرياضة في مصر فبخش على نيوز سلاش ميدل إيست سلاش إيجيبت سلاش مثلا فوتبول سلاش زمالك، كنت زملكاوي أيامها. وكنا بنخش بالاول بقى طبعا على برنامج اسمه تيرمينال على الكمبيوتر، فبنضرب التيرمينال ده وبعدين بنضرب نمره بالتليفون الروتري، وبعدين نسمع شريك كده في ودنك، ونروح نعمل كاريج ريتيرن نتاكد ان الكمبيوترين بيكلموا بعض، ونروح بكل هدوء كده نحط السماعه جوه بتاعتين مطاط علشان الكمبيوترين يكلموا بعض. كانوا بيقولوا عليها داتا اوفر فويس، يعني الداتا بتتبعت او المعلومات بتتبعت فوق الكلام. ف وكنا بنوصل لسرعات اقلها كانت 300 معلومه في الثانيه، ما شفتش اقل من كده، وكان في الاوائل اعلاها 1200 يعني. ف
وبعدين ظهر 9600، وده كان شيء عظيم قوي في اوائل التسعينات، وعلى 93 كان ظهر حاجه و50 كيلو بت بير سكند يعني. ففي الجو ده كانوا، وكان على الموبايل بقى لو خدنا 120 معلومه في الثانيه بنبقى مبسوطين جدا، لو نعرف نبعت اي معلومات على الموبايل. الموبايل ايامها كان مش رقمي، كان اف ام راديو، ولو كنت كان معاك اف ام راديو وحطيته على الموجه الصح كنت بتسمع المكالمات عادي جدا، وشفنا في افلام اجنبيه سكانر بيسمع المكالمات كلها. المهم قلت لهم انا بعدت عن الاتصالات فتره طويله، فمحتاج استعين بصديق زي ما بيقولوا، فاستعنت بدكتور ميشيل فتوش، كان هو مخلص بقى دكتوراه في الاتصالات من تورونتو، كان خلص سنه 86 وكان بيدرس في الجامعه. فمشال كان خريج معايا برضو من جامعه القاهره في سنه 79، فانا وهو ابتدينا ندرس، وحصل معجزه تقريبا يعني. شركه تيلس دي اشترت اكبر شركه موبايل فونز في العالم ايامها، كان اسمها نوفاتيل، كانت برضو معانا في كالجري. ف بقينا في بين يوم وليله بعمل المشروع لنوفاتيل كمان، ومعايا 24 دكتور اتصالات في المشروع يعني، لان نوفاتيل برضو كانت محتاجه تبدا تنتج 2G فونز يعني. فدرسنا الموضوع ده 6 اشهر، على يونيو 90 كنا قررنا ان احسن تكنولوجيا لل 2G هي الجي اس ام، بس الجي اس ام ما كانش فيه منه منتج ايامها، زي ما قلت حتى نوفاتيل نفسها كانت لسه بتدرس ايه اللي هتبنيه. فكان في تكنولوجيا ابتدت تظهر اسمها IS54، قلنا استعمل IS54 لو عايز تبقى اول واحد، ولما يطلع الجي اس ام حول للجي اس ام. وفعلا ده اللي تلس عملته، وتلس ادتني بقى اوامر مطلقه، ما سيبك بقى من التكنولوجيات الاتصالات وركز على الخدمات، نعمل خدمات ايه على التو جي. انا في التقرير اللي كتبناه، واحنا كنا بنتقرير كبير جدا ديتيلد قوي يعني، في التقرير ده قلنا ان كل التكنولوجيات دي وحشه. ف 24 دكتور اتصالات كانوا هياكلوني، انت يا دكتور فيزياء بتقول على احسن ما في الاتصالات وحش؟ قلت لهم اه، لان انا متاكد ان الانسان اول لما هيدوق السرعه مع الموبايل في الاتصالات مش هيعجبه أبدا إن أعلى سرعة في الـ 2G كانت 250 أو 256 ألف معلومة في الثانية. السرعة دي حرجة جدا للفيديو، مش هتسمح بفيديو متصل. فلو البني آدم قدر يبعت فيديو ومعرفش يبعته متصل مش هيعجبه الكلام أبدا. فقالوا لي بص، ده أحسن ما الاتصالات تقدر تعمله، ويعني شوف تقدر أنت تعمل إيه. فأنا بصراحة ما اهتمتش، لأن خلاص بقى رجعت للشركة ومركز على الخدمات. ميشيل اتصل بي بعد حوالي شهرين وقال لي أنا عندي تكنولوجيا مبنية على حاجة اسمها OFDM، والOFDM ده Frequency Domain Modulation. Frequency Domain إيه يا ميشيل؟ الكلام ده كلام نظري ملوش دعوة بحاجة، سيبني في حالي. فضل على الوضع ده كل شهر مثلا او شهرين يتصل بيا يقول لي ايه عايزين نتكلم على الاو اف دي ام، وانا اقول له مشيل انا مش فاضي، والاو اف دي ام ده نظري وبعيد يعني مش هنستعمله. بعد على حوالي ابريل 91 مشيل قال لي لا بقى صداقتنا هتنتهي ومش هشتغل معاك على اي حاجه لو ما جيتش سمعتني، وما يعني ما تخليش حد يقطعك، عايزك كده معايا ساعتين اشرح لك الاو اف دي ام. ففعلا رحت له في مايو، في اوائل مايو سنه 91، وشرح لي الاو اف دي ام. بصراحه انبهرت يعني. الاو اف دي ام بمنتهى البساطه هو فكره ان بدل ما بتدي واحد قناه واحده، بتدي له مثلا في حاله الواي فاي 64 قناه جنب بعض، وفي حاله الواي ماكس بندي له 256 قناه جنب بعض. الفكره هنا ان مثلا لو انا اديت واحد قناه زي 98.4، وديته قناة تانية آسف معلش لازم أرد على حاجة بسرعة. اتفضل. ثانية آسف
مشروع الاوف دي ام، فبقول الاوف دي ام عباره عن انك بتدي حد عدد من القنوات جنب بعضها. فمثلا لو انت بتدي حد قناه في الـ في الاف ام ريديو، فمثلا انت اديت 98.2 اللي بعديها لازم تبقى 98.4. ال 200 كيلو هرتز دي ما بيستعملش منها الا 50. فلو احنا ادينا كل القنوات، وطبعا احنا بنستعمل 50 من 200 علشان لو القناه اتحركت ما تجيبش القناه الغلط. طبعا لو انت مدي كل القنوات لشخص واحد مش فيش حاجه انها تتحرك يعني، فده بيوفر 3 مرات، يعني بنقدر نبعت 4 مرات اكتر في الاتصالات. في الواقع بقى، لان القنوات دي بتبقى منتجه ديجيتال جوه كمبيوتر، فبنقدر نعملها متعامده على بعضها 100%. فالقناه مثلا نمره 2 تبقى عند الصفر بتاع القناة نمرة 1، فنقدر نحط المعلومات بكفاءة عالية جدا. في الواقع في الوضع بتاعنا كنا بنقدر نبعت 38 مرة أكتر من الـ FM radio. وكان دي طريقة القياس، يعني نعرف البعثة يعني أحسن ولا لا، بنقيس بعدد مرات الـ FM radio. الـ OFDM كان فكرة ممتازة جدا، بس أنا يعني بسرعة قلت لمشيل، والله مشيل يعني فيها مشكلتين، هي في الواقع كان فيها 3 مشاكل وإحنا حلينا الـ3، بس الـ3 حليناها صدفة يعني. قلت له مشيل يعني في مشكلتين. المشكلة الأولانية إن يعني لو بعتنا في قناة واسعة هيبقى في القناة ليها شكل، يعني في ايكو بيحصل، فالقناه ممكن يبقى فيها ضعف وفيها قوه، فحلينا ده. الحاجه الثانيه اللي كانت مشكله كان عاده في حاجه اسمها كارير ريكفري ما بين الراديو والمرسل والمستقبل. الكارير ريكفري ده هو فكره ازاي تظبط ان الموجتين يبقوا فوق بعض بالظبط. طبعا ما فيش حاجه بالظبط، لكن لغلط كافي يعني، او لغلط مش كتير، فانك تظبط القناه المستقبله وتبقى مظبوطه مع القناه المرسله. الظبط ده كان بياخد فتره حوالي 5 ملي سكند. في الاتصالات السريعه الباكت كلها البيلود كله في ما بيزيدش عن مايكرو سكند، او يعني 1.5 مايكرو سكند مثلا. فازاي ناخد 5 ملي سكند نظبط الراديو ونبعت بس 1 مايكرو سكند؟ المشكلة هنا طبعا ان كان الاتصالات بتعمل ان سيب الراديو موالع طول الوقت. لو الراديو والع طول الوقت التليفون مش البطاريته مش هتعيش نص ساعة، فكان لازم نوقف الراديو. فاخترعنا ساعتها اول مرة يظهر الديجيتال كارير ريكفري. فانت بس هات الاثنين كاريرز جنب بعض، كفايه الاو اف دي ام، لانه في الفريكوينسي دومين بنعرف نظبط الاخطاء الصغيره. فعملنا كده فعلا. يعني جربنا وعملنا تجارب على اجهزه كبيره، بس أثبتنا إن الكلام كله بيشتغل وإن نقدر نوصل للكفاءة العالية جدا اللي الـ OFDM بيفترضها. إحنا سمينا النظام بتاعنا Wide Band OFDM، لأن العادي كان Narrow Band، كان الكل بيقول ما تستعملوش في Wide Band لأن مش هتعرف تظبط السيجنال يعني. فالحمد لله عملنا الـ Wide Band OFDM ده. الكلام ده بقى كان على أواسط 91، وشركة التليفونات اللي أنا كنت بشتغل فيها صدقت في كلامها وقالت لي إحنا مش عايزين أي حاجة ليها علاقة بالأجهزة، فخد أنت الاختراع ده ونفذه بنفسك. فعملنا كده فعلا، وابتدينا يعني نعمل تجارب كتير. وفعلا يعني على سنة 92 كنا قررنا ان احنا نعمل شركه حوالين التكنولوجي دي. الشركه دي سميناها وايلان، وابتدينا يعني نشتغل عليها بقى فعلا. يعني الفكره طبعا ان يعني عايز اقول بس في الفتره من اخر 91 او من اواسط 91 ل
من اواسط 91 لاواسط 92 كنا حاولنا نبيع الاختراع بتاعنا. احنا طبعا كنا مدركين 100% ان التكنولوجيا اللي احنا عملناها دي يعني هتغير العالم، لان كنا مدركين ان الكل هيتحول ل يعني الاتصالات السريعة دي، يعني لان يعني حتى ان كنا مدركين ان الفويس هيبقى اوفر داتا مش داتا اوفر فويس زي ما كان حاصل قبل كده يعني. ف واحنا في الاختراع بتاعنا شرحنا ثلاث تطبيقات للتكنولوجيا دي. فاول تطبيق كان الواي فاي، ثاني تطبيق كان اللي هو 4G وال5G، وثالث تطبيق كان الانترنت اوف ثينجز، يعني ان احنا نقدر بالتكنولوجيا دي نتكلم اي حاجه، يعني اي حاجه تكلم اي حاجه او اي حد في اي وقت باي طريقه الواحد عايزها. ف الحمد لله يعني حاولنا نبيعها، وكنا فاكرين بقى ان يعني ايه ان الشركات هتصدق ان حد بيقول لهم يعرف يعمل 100 مليون معلومه في الثانيه في الوقت ده اللي كان اقصى سرعه 250,000، وان يعني كل هيجري علينا بقى ويحدف علينا فلوس. ما حصلش، وفي الواقع فضلنا نقلل تصوراتنا عن اللي ممكن نكسبه من ورا الاختراع ده كاختراع بس. يعني ان احنا وصلنا في الاخر ان مشيل اتصل بيه مره بيقول لي انت قلت لي 10,000 دولار، 10,000 دولار كل واحد ولا 5,000 دولار كل واحد؟ فيعني كنا نزلنا بتوقعاتنا جدا يعني. في الفتره دي جالنا حد وقال لنا لا انتوا يعني بتعملوه غلط خالص، ما حدش بيشتري افكار، الافكار تسرق ولا فالافراح تسرق يعني، وحتى لو مسجل اختراع ممكن حد يسرقها منك يعني. فقال انتوا اللي لازم تعملوه انكم لازم تعملوا شركه، و لازم تعملوا شركه وتثبتوا للعالم. معلش اسف عندي حاجه ايرجنت. اتفضل يا دكتور محمد. فقال يعني ان انتوا بتعملوا الكلام ده كله غلط خالص، ولازم تعملوا شركه وتثبتوا للعالم ان اللي انتوا بتقولوه ده مش نظري، ده عملي، وحتى لازم توروا ان انتوا يعني ليكوا سوق يعني. فقال لنا بصوا لو عملتوا الشركه معايا انا اضمن لكم خلال 6 أشهر من بدايه الشركه $500,000 كل واحد، ولو قعدتوا معايا سنه هديكم $5,000,000 كل واحد. فالكلام بقى جميل جدا، ويعني ايه احنا طبعا زي ما قلت لكم احنا كنا نزلنا لل 10,000 دولار وجايز 5,000 كل واحد يعني. ف اما قال كده طبعا اهتمينا ووافقنا، وانا وافقت ان انا هسيب شركتي وابقى نائب رئيس الهندسه للشركه الجديده دي. وفعلا ابتدينا الشركه. الحق فشل في ال6 أشهر لكن نجح في السنه، يعني بعد سنه عرض عليا فعلا $5,000,000 بس قال لي مالكش دعوه بمشيل، انا عايزك انت بس يعني اللي تبيع لي وسيبني انا مع مشيل. ما رضيتش يعني، وفي الواقع اشتريناه هو في خلال سنه يعني. المهم ابتدينا ننفذ، وفعلا عملنا بروتوتايب ووريناه في مؤتمر كبير جدا، ودي الطريقة الأمثل إنك تاخد تكنولوجيا مغمورة وتشيرها جدا، إنك تروح في أكبر مؤتمر للإندستري وتضرب بقى على صدرك غوريلا كبير بقى وتقول أنا أنتجت اللي محدش أنتجه. فبيقولوا عليها إنك تاخد حتة من السوق وتبني عليها
فنس، الفنس ده او السور ده انت بتعمله بالاختراع بتاعك، وتحط العلم بتاعك تقول انا ملك المنطقة دي. وفعلا ده اللي عملناه، وجالنا كل الشركات الكبيرة، واهم يعني اكتر واحدة اهتمت كانت انتل. فانتل قالت لي يعني الكلام ده جميل جدا، بس الكمبيوتر كان ابتدى يظهر اللابتوبس، فالكمبيوتر كله اصغر من الجهاز بتاعك. فاما تصغر الجهاز انه ممكن يخش يا اما جوه الكمبيوتر او يبقى على اللي هو كانوا بيقولوا عليه بي سي ام سي اي كارد، كان في كارد سلوت كده بنحط فيها اكستنشنز للكمبيوتر هارد درايف وحاجات كده، فقالوا لو عرفت تحطه على بي سي ام سي اي اتصل بينا. وفعلا ابتدينا ننفذ، و يعني عملناه، وزي ما قلنا ايه ابتدينا نصغره بقى. الكلام ده كان من اكتوبر 93 اللي هو المؤتمر لحد اخر 96، كنا بنعمل نماذج اصغر واصغر واصغر. ففعلا في سنه 96 عملنا يعني كنا عاملينه بقى على اربع تشيبس على كارد واحد كبير. ده كان اقصى ما تقدر التكنولوجي تعمله سنه 96، التكنولوجي بتاعه السيمي كوندكتورز. في اخر 96 طلع شركتين ناشونال وفيليبس سيمي كوندكتورز، وقالوا ان قدروا ينزلوا سب 10 مايكرون او سب 100 مايكرون ايامها، و عملنا التصغير ده بقول. وسمعنا بقى ان شركات ابتدت تنزل تحت ال 100 مايكرون، فال 100 مايكرون بالحساب كانت تحط كل الاو اف دي ام على تشيب واحده. فاتصلنا بقى بالشركات ووريناهم وصلنا لفين، والشركات قالت كانت بتهزر معانا وتقول لنا انتوا بتورونا الديجيتال، احنا مش عارفين نعمل الراديو حتى. فكنا احنا عاملين بقى جهاز كامل وراديو شغال، والراديو بتاعنا كان ساعتها بيكلف اقل من $350، وده كان قليل جدا بالنسبه للاو اف دي ام. الراديو اللي قبلنا كان بمليون دولار. فقالوا انتوا يعني وريتوا يعني بتورونا حاجات اثبتت لنا ان التكنولوجي ممكن تبقى على تشيب واحده او اتنين تشيبس، واحده راديو وواحده ديجيتال. وفعلا فوجئنا يا حبيبي، كنا بقى بنتفاوض مع فيليبس ان احنا نعمل منتجات مبنيه على الاو اف دي ام ده. فوجئنا في اخر 8 وفي اخر 97 ان لوسنت اللي هي كانت جزء بقى من اي تي ان تي، لوسنت وان تي تي اللي هي شركه النيبون تليفون اند تيليجراف اللي هي شركه الاتصالات اليابانيه الكبيره، ان هم اقترحوا ان التكنولوجيا بتاعتنا تبقى اساس الـ OFDMA، اسف اساس الـ 802.11a اللي هو اول ستاندرد للـ 54 ميجا بيتس بير سكند واي فاي. الواي فاي قبلنا كان مش قبلنا، في نفس الفتره اللي احنا كنا بقى بنعمل فيها ال 100 مليون بتاعتنا، كان في مجموعه في الاي تريبل اي بتحاول تعمل 1 أو 2 مليون معلومه في الثانيه، مبنيين على تكنولوجيات اللي هي كانت الدايركت سيكونس سبريد سبيكتروم والفريكوانسي هوبينج سبريد سبيكتروم. المهم ابتدينا نعمل التكنولوجيات دي، و يعني ابتدينا يعني هم ابتدوا بقى يعملوا الـ A2.11A ده مبني على التكنولوجيا بتاعتنا. وفي وسط 98 استأذنوني ان يستعملوا الاختراع بتاعنا في الستاندرد ده، ووافقت في يوليا 98. وافتكرنا بقى لان احنا وافقنا على شروط معقولة جدا، قلنا لهم ان مستعدين ندي براءة الاختراع دي، هناخد الامتيازات في حدود 1% أو أقل من سعر السيمي كوندكتورز. الشركة المماثلة لينا في السوق أيامها كانت شركة كوالكوم، دي كانت الرائدة في مجال الاختراعات في الاتصالات السريعة أو في الاتصالات عامة يعني، وكانت بتاخد 7% من الشيبس، و7% من سعر المنتج، و7% من الشركات الاتصالات نفسها. فكانت يعني بتاخد مبالغ كبيرة جدا يعني. فإحنا كنا موافقين إن ناخد 1% من الشيبس على أساس إن ده سعر زهيد للإندستري، وحيخليهم يتبنوا التكنولوجيا بتاعتنا بسرعة جدا.
للأسف خدوا التكنولوجيا وطلع بقى في 2000 الواي فاي السريع. وزيادة على كده في 2000 لما طلع اللي هو الاو اف دي ام اللي هو 802.11a ده، بس ده كان محدود لل 5.8 جيجا هرتز. الباند دي كانت غالية، الشغل فيها كان غالي أيامها، وكانت مش عالمية، يعني مش بنفس الشهرة بتاعت الـ 2.4. الـ FCC كان مانع الـ OFDM يطلع في الـ 2.4، فقالوا مين عنده جهاز يقدر يوريه للـ FCC ويقنعهم عنده جهاز شغال في الـ 2.4. أنا كان عندي، فقالوا لي قدم يعني. فقدمت فعلا، طبعا الـ FCC رفض، قدمت التماس أو اعتراض على الرفض، والاعتراض ده كان سليم 100%. فالـ FCC رفض تاني، قال اعتراضك سليم وكل حاجة انت قلتها سليمة، لكن انت لا تلتزم بروح القانون، انت بتلتزم بدقة حرفية القانون لكن مش بروحه. فروح قانون ايه بقى ده، يعني كلام غريب. فعملنا التماس للمحلفين بتاع الـ FCC، الكوميشنرز نفسهم. والالتماس الـ FCC لما بيجتمع المحلفين دول بتبقى على التلفزيون يعني. ففعلا في مايو سنة 2001 الكوميشنرز قالوا الـ FCC كان صح انه رفض، لكن واي لان كانت صح ان تكنولوجيتها هتغير العالم وتساعد في تقدم العالم. وبناء عليه واي لان مسموح لها تبيع في 2.4، واي حد يلتزم باللي واي لان قالته يقدر يبيع لحد ما نغير القانون. ومن الطريف بقى ان الشركة الوحيدة اللي أيدتنا في الموضوع ده كانت شركة سيسكو. كل الشركات التانية اللي بتكسب النهاردة من الـ OFDM ومن الواي فاي والـ LTE وكل ده كانت اعترضت وقالت الفكرة دي وحشة جدا ما تسمحوا لهمش. المهم افتكرنا بقى بعد كل اللي عملناه ده، اما انت بتبقى في المقدمة بيجي لك الاسهم السهام يعني، بتيجي من الناس اللي جاية عليك ومن الناس اللي وراك. فللأسف يعني كنا اتضربنا لما اتعامينا من اللي مش عايز التكنولوجي واللي عايزها. ان شاء الله ان يعني زي ما قلت ان احنا كنا بننتج احنا بقى اجهزة مش في الواي فاي، في الاوتدورز يعني، بننتج اجهزة توصل المباني ببعضها، لان الاجهزة بتاعتنا كانت غالية شوية فما كانتش تنفع لكمبيوترات. فاحنا كنا بننتج اجهزة زي الواي فاي بالظبط، بس للأوتدورز، بتوصل مباني ببعضها، شبكات ببعضها وكده. وكنا عملنا حاجة اسمها الواي ماكس. الواي ماكس ده كان بدايات الفور جي. وهقول لكم حاجة ظريفة هنا، ان كنا بنقول للناس انت هتخش الفور جي بالواي ماكس عن طريق ريفوليوشن، يا إما هتستنى اللونج تيرم إيفوليوشن بتاع شبكات الاتصالات، واللونج تيرم إيفوليوشن ده هياخد 8 سنين. احنا كنا سنة 2002 عندنا واي ماكس ينفع يشتغل أوتدورز ويعمل موبايل نتوركس في من 2002. هم لو انت عايز تستنى بقى وتاخد الإيفوليوشن التطور الطبيعي بتاع شبكات الاتصالات، استنى بقى الـ LTE ده. LTE الاسم ده لزق على التكنولوجيا وبقت اسمها LTE. وده مع انه كان شتيمة، التطور البطيء او التطور اللي هياخد وقت طويل بتاع شبكات الاتصالات، long term evolution of the cellular industry. المهم عملنا الواي ماكس فورم وكبرت قوي وبقى فيها فوق 1000 شركة، وانت اللي اتحايلت علينا تاخد الادارة مننا. احنا كنا الرئاسة بتاعت الواي ماكس فورم لحد 2005 تقريبا، وكان عندنا حق الفيتو فيها. فكل الستاندردز لحد 2005 كنا احنا مصممينها ممتازة. في 2005 الشركة تعرضت لأزمة مالية، لان حصل مؤامرة من الشركات الكبيرة دي، انتل وبرود كوم بالذات، اتفقوا ان مش هيبيعونا شبه موصلات، لان لو وصل في ايدينا شبه موصل منهم ممكن نرفع عليهم قضية ان هم بيستعملوا الاختراع بتاعنا بدون اذن. وفي ضعفنا المادي ده وافقنا ان نخرج من ادارة الواي ماكس فورم وسبناها الانتل. للأسف هم تستعجلوا وغيروا الستاندرد وخلوه اكنه
100% موبايل. احنا كنا بس بنقول انه يشتغل برا، هم شغلوا برا وجوه ففشل للأسف يعني. في سنة 2006 عملنا مصالحة مع سيسكو ودفعت لنا حوالي 10 مليون دولار. في المصالحة دي سيسكو قالت لنا بصوا انتوا مفلسين، وانا اتمنى اشوفكم تفلسوا لان انتوا بتقضونا، لكن لو انتوا فلستوا حد هيشتري الاختراع بتاعكم وقد يكون شراني عنكم، فانا مستعد ادفع كفاية ان انتوا تعيشوا تخرجوا من الازمة اللي انتوا فيها، فانا هدفع لكم 10 مليون دولار تسيبونا في حالنا 5 سنين. الخمس سنين دي لسه الاختراع بتاعكم عايش، فلو نجحتوا في مقاضات الشركات التانية احنا هندفع زيادة، لو ما نجحتوش حلال عليكم العشرة اللي انتوا خدتوه. ففعلا ده اللي عملناه بالظبط. انا في سنة 2006 بعت الاقسام الهندسية اللي في الشركة وعينت 22 محامي وبقينا شركة اختراعات. وأول ما نوكيا عرفت كده راحت دفع مبلغ كبير، دفعت حوالي 70 مليون دولار لأنها تستعمل الاختراع. الاختراع طبعا معين الشهرة فيه في الواي فاي، احنا جمعنا أكتر بكتير على الثري جي والفور جي، ما جمعنا على الواي فاي نفسها، لأنه الاختراع الديجيتال ريكوفري ده استعمل في كل التكنولوجيات. وكنت قلت لك حلينا مشكلة ثالثة بالصدفة، الحل ده بيستخدم بقى في الـ LTE وبيستخدم في الـ 4G والـ 5G وحيستخدم من الأبد إن شاء الله، ونفس الشيء بالنسبة للـ Digital Career Recovery دول. في 2006 بقى قررنا ان احنا هنقاضي الشركات، وفعلا بعد ما نوكيا اتصلحت قضينا 27 شركة، 5 منهم 2 خرجوا لان ما كناش نقدر نقاضيهم عشان المحامي بتاعنا كان المحامي بتاعهم، وثلاثة تانيين اتصلحوا ودفعوا قبل يعني ما نبدأ تفاصيل المحكمة يعني. وفعلا ابتدينا بقى تفاصيل المحكمة. الكلام ده استمر من 2007 ل 28 يناير 2011 لما قرروا ان هم يتصالحوا. فانا مريت على كل مراحل الاختراع من كتابته بنفسي الى ان سجلته الى ان رفعنا قضيه، وتفاصيل بقى اللي هو بيقول عليها الكليم كونستراكشن، ازاي نقول لهم كلمه كلمه في الاختراع ازاي هم بيعتدوا عليها، و ان هم بقى سالوني انا على دوري في الاختراع اللي هو بيقول عليها برودكشنز، ان احنا يعني قدمنا كل الاوراق اللي عندنا لاكزامينيشنز، ان هم بيمتحنوني بيسالوني كل حاجه اعرفها، ولازم نبقى صراحه 100% نقول كل حاجه بالصراحه وبالحق وما نخبيش حاجه. وفعلا عدينا على ده كله لحد ما اتصالحوا زي ما قلت في 28 يناير 2011، ودفعوا الأربع شركات اللي هي انتل وبرودكوم شركة اسمها انسل واثيروس، الثلاث شركات دول دفعوا بالنيابة عن كل الشركات اللي احنا مقضينها التصالح. لكن كان القانون الأمريكي في حذافير بقى، فمن الحذافير دي ان لازم الشركات التانية يتدفع يا تتصالح معنا هي كمان، فدفعنا كل الشركات، اللي دفع 5 مليون واللي دفع 22 مليون، فكله على بعضه تقريبا طلع من الليله دي حوالي 700 مليون دولار. والشركه كانت بتتصالح بقى مع شركات تانية كتير بدون مقاضاه، فقدرت تجمع حوالي 1.3 مليار من الشركات التانية في الفتره دي، يعني من 2006 ل 2012 على الاختراعات اللي كانت عندها يعني. فالحمد لله يعني الاختراعين دول يعتبروا من أنجح الاختراعات في تاريخ البشرية من سرعة تطبيقهم. حتى لو درست بقى وقلت لا ما الدنيا بتسرع وتقارب الزمان والحاجات دي كلها، لو خدت اعتبار ده كل ده مثلا عربية جديدة بتنتشر بسرعة ايه، سرعة انتشار الواي فاي والثري جي والداتا السريعة ليس لها مثيل في اي حاجة تانية. فالحمد لله يعني كان ده الوضع. أنا في سنة 2007 لما وافقت إن أبقى شاهد في المحكمة، وافقت إني عايز أشوف اللي الشركات التانية بتقوله، فوافقت برضو مع شركتي إن مش هشتغل في الاتصالات ومش هعمل أي حاجة في الاتصالات
طول مدة المحكمة وسنتين بعد آخر قضية. وفعلا الكلام ده وصل بيا لأكتوبر 2015. في أكتوبر 2015 جهزت بقى أن أنا أرجع للاتصالات، بس أنا بصراحة ما كنتش عايز أرجع، لكن زملائي من وايلان كانوا فتحوا شركات بقى لوحديهم، فكلهم جم يعرضوا عليا اللي هم بيعملوه. فبصراحة لما عرضوا عليا شفت حاجات ظريفة جدا، ولقيت ان الاتصالات ما اتطورتش خالص من بعد ما انا سبتها، او من بعد ما انا وميشيل قلنا لهم خشوا بقى في الحاجات السريعه، فكله كان بيسرع يسرع يسرع. وصلنا زي ما انتم شايفين ان ال 5G بيتكلم 3 جيجا بت بير سكند ل 30 جيجا بت بير سكند، بيتكلموا عن 6G في ال 1 تيرا بت بير سكند. السرعات دي ما يقدرش الموبايل يعمل بيها حاجه. الموبايل اقصى سرعه فيه النهارده 2 جيجا هرتز، فلو هو بياخد اربع انستراكشنز علشان يعمل حاجه بالمعلومات، ونزلنا ل 500 مليون معلومه في الثانيه، حتى لو في الانستراكشن الواحده بيعمل اكتر من 1 جيجا، لكن السرعات الاعلى من كده ما لهاش اي فايده للموبايل. ف اتس نوت ا موبايل سيستم اني مور يعني. فالفكر ان نقدر نوقف بقى سباق السرعة، لأن خلاص وصلنا أعلى سرعة الموبايل يقدر يستحملها، وتعالوا ناخد جينيريشن جيل من الموبايل نغير نظام الشبكة. يعني إيه؟ الموبايل النهاردة بقاله 4 أو 5 سنين وصل لساتيوريشن معين، نص العالم عنده واي فاي، عنده انترنت وعنده اتصالات، ونص العالم ما عندوش. النص اللي ما عندوش ما عندوش بسبب الفقر، والتكنولوجيات الحديثة أغلى وأغلى، فمش هيشوف الاتصالات بالمرة. فقلنا لو استعملنا الواي فاي نبني بيها شبكات، فاحنا عملنا زملائي كانوا عملوا وبقى ستاندرد دلوقتي إلى حد كبير. كل راوتر فيه راوترين، راوتر بيكلم راوترات تانية، وراوتر تاني عادي بيكلم اليوزرز المستخدمين. فبقى عندنا راوتر بيوزع الانترنت وراوتر بيوزعها للمستخدمين، فنقدر نبني شبكة كاملة بدون أي أسلاك وبدون أي اتصالات ما بين الإبراج. الشبكة دي مبنية بس بالواي فاي، فدي بيسموها ميش واي فاي، وموجودة ومنتشرة دلوقتي. فلو احنا خدنا ميش واي فاي ده وحطينا في آخره سويتش صغير، والسويتش ده بيتحكم فيه كمبيوتر بلوك تشين، يعني البلوك تشين يعني وزعنا السنترال على بلوك تشين اوف سيرفرز، فبالطريقه دي وحده بناء الشبكه رخصت جدا، اقل من $5,000 حاليا، حوالي $500,000 لمليون دولار. فدلوقتي ب $5,000 نقدر نغطي منطقه فيها 100,000 50,000 15,000 يوزر بطريقه فعاله ماديا يعني. فطبعا الكلام ده بقى يعني كويس جدا، وفعلا عملنا اقتراح ان نعمل شبكات 6G مبنيه على البلوك تشين والمش واي فاي او مش تكنولوجي ان جنرال، وينضم الينا شركات كتير جدا. معنا اكتر من 115 شركه بيبنوا الستاندرد ده، وعملنا تجارب في باكستان، وعملنا شبكات اوليه في مصر وفي تشاد، ومعنا رخصه في تشاد، وبنتحرك في الاتجاه ده. فالاتصالات يعني في اتجاهين فيها عامه، في اتجاه السرعه المطلقه اللي هو سرعه وخلاص، ما اعرفش هيعملوا بيها ايه، يعني 1 تيرابيت بير سكند طبعا نقدر نعمل عمليه بقى ريموتلي، ونخلي نتحكم في روبوت وعارفين الديلي بتاعه قليل جدا فيقطع القطع الصح، ونعمل عمليه كامله بروبوت من بعيد. محتاجين سرعه بس مش 1 تيرابيت بير سكند. 1 تيرابيت دي ممكن تنقل معلومات شخص كامل في اقل من 4-5 ثواني. فال اللي موجود حاليا طبعا دلوقتي في ناس بتتكلم على طبعا إيلون ماسك وبرانسون بتاع فيرجن وبيزوس، كلهم بيتكلموا عن ساتلايت كوميونيكيشنز. طبعا الساتلايت فكره ممتازه جدا، لكن المشكله ان الساتلايت اللي هم بيتكلموا عنه اللي هو الليو ده زيه زي الجي بي اس، ما بيخشش جوه البيوت، ما بيخشش تحت حته عليها اسمنت. ف مهما استعملت الساتلايت هتبقى محتاج وحدات خارجية بتوزع الانترنت جوانا. دي أول مشكلة. تاني مشكلة إن
ماسك بيتكلم كلام جميل قوي، بيقول ده رخيصه جدا، دي 10 دولار في الشهر. الشخص في افريقيا عايز يبارتر، عايز يقايض، عايز يديك فرخه وتدي له اتصالات. الفرخه دي هيحطها فين؟ جوه الموبايل بتاع ايلون ماسك عشان يدفع له. فطبعا فماسك طبعا عامل التكنولوجيا بتاعته اساسا للمخابرات الامريكيه والجيش الامريكي علشان يعرفوا يخشوا افريقيا ويخشوا المناطق النائيه دي ويعرفوا يعملوا اتصالات. كان في نقطه مشهوره ما اعرفش تابعتوها ولا بالنسبه لإيلون ماسك، كان الاف سي سي بيقول له عندك ديدلاين تثبت لنا انك تقدر تعمل الاتصالات في ديلي اقل من 20 ملي سكند، لان ده بيدي ابلكيشنز معينه تقدر تشتغل، فلو اثبتها هنديك 3 مليار دولار. الفرخ الحدايه ما بتحدفش كتاكيد زي ما بيقولوا. الامريكا ما بتدفعش 3 مليار دولار لحد هديه، مقصود بيها طبعا انه يقدر يوصل الانترنت لاماكن نائيه يستعملوها هم لاستخداماتهم هم. لكن هو مش الزبون الرئيسي بتاعه الفقير اللي في افريقيا. فاحنا عايزين نوصل للفقراء دول ونعمل شبكه توزيع ارضيه. لو ماسك او بيزوس او برانسون عرفوا يطلعوا الساتلايتس دي، وهيعرفوا ان شاء الله، احنا هنستعملها نوزع تحت واحنا اللي ندفع للشبكات الكبيره دي. فده الفكره العامه، ودي الافكار العامه بالنسبه للاتصالات حاليا. ويعني انا خبرتي دلوقتي الرئيسية في مجال إن أنا أعرف أسوق التكنولوجيات، وبعرف في الاختراعات جوه وبره بقى كل تفاصيلها، من زي ما بنقول من التقديم للمقاضاة علشان الواحد يجيب حقه. فأنا يعني قررت من 2015 تقريبا، لأني شفت بصراحة يعني ويشرفني الموضوع ده، شفت من المخترعين والمبتكرين المصريين ومن علماء المصريين تكنولوجيات بصراحة أبهرتني. يعني في واحد مصري عارف يحل مشكلة البي versus NP، اللي هي هل كل المشاكل لو عرفت تكتبها هل ممكن تتحل بالكمبيوتر ساينس. فهو حل المشكلة دي، اللي كان المشكلة المشهورة اللي هو حلها اللي هي ترابلينج سيلزمان. دي مشكلة كبيرة جدا في الكمبيوتر ساينس، حلها واحد. في واحد تاني مثلا عارف يحل يعمل AI يتنبأ بالفيروسز، يعني بيبص بس على الفيروس ما عندوش أي فكرة عنها، وبيقدر يعرف الفيروس من أول مرة، يعني on first sight. فقدر بطريقته دي يمنع الرانسام وير انه يأذي الشبكات اللي محمية بيه، وشغال بقاله 7 سنين، يعني عالي جدا. في واحد في ماليزيا اخترع نوع ثالث او رابع من الارتفيشال انتليجنس، ده انا كنت حاجة انا اخترعتها زمان واتصل بيا، هو اخترع بقى AI مبني عليها، اللي هي parameterization of the data. فبتاخد مثلا وش الشخص، بتقول المناخير شكلها كذا، بتدور على مناخير، بتدور على الحاجب، بتدور على ودان. لكن الاي اي العادي اللي هو نيورال نتس بيحتاج 2000 صورة علشان يقدر يتعرف على الشخص 99.9، هو بيحتاج 5 بس بالبارامترايزيشن اللي هو بيعمله. فشفت تكنولوجيات مبهرة ونقدر نبني عليها يعني حاجات عظيمة جدا يعني. فأنا إن شاء الله متفائل جدا ومتصور إن في حاجات طبعا في الكهرومغناطيسية، انتوا عارفين الحروب الجاية هتبقى كهرومغناطيسية، ففي حاجات في الكهرومغناطيسية نقدر نعملها. فيعني إحنا نقدر نتفوق على العالم بسرعة جدا. الدنيا اتغيرت وما بقاش فيه العشر سنين اللي من اختراعنا للواي فاي، لأنها بقت منتشرة في الواقع كان 12 سنة، انتهى الكلام ده، بقت أسرع جدا الأيام دي. نقدر نتقدم بسرعة جدا، وبإذن الله هيحصل بإذن الله. فكده يعني أنا خلصت اللي عايز أقوله. فلو حد عنده أي سؤال أو تعليق أو أي حاجة، أهلا وسهلا، يعني ممكن تكتبوها أو ما أعرفش بقى، ما أعتقدش في طريقة للتواصل فويس. يعني نشكر دكتور حاتم زغلول على الرحلة المهمة والمليئة بالأحداث المفصلية في عالم تكنولوجيا الاتصالات وأصلها التقنية. وإن شاء الله دلوقتي هنبدأ فقرة الأسئلة. الناس تفضل تكتب الكومنتس الأسئلة اللي حابين يسألوها الدكتور حاتم، إن شاء الله دكتور حاتم هيجيب عليها بإذن. في سؤال يا دكتور
بيقول لو سمحت يا دكتور، انا في طب وحابب اتعلم برمجه وادخل في مجال الامن السيبراني، ابدا منين؟ السؤال اللي بتسأله كتير طبعا، الشخصيات مختلفة في طريقة تعلمها، في ناس لازم تتعلم في فصل وقدام حد. أنا شخصيا بفضل خان أكاديمي اللي هي عملها سال خان الباكستاني ده، أعرفه شخصيا وشخصية ظريفة جدا. فسال عمل اللي هي خان أكاديمي، خانأكاديمي.org، فيها كل حاجة أنت عايز تتعلمها، وتتعلم بايثون، تتعلم اللغات الحديثة، ويعني كويس جدا يعني. والبرمجة للأسف يعني نظام التعليم عندنا مش ناجح جدا في الموضوع ده. البرمجة لغة من اللغات اللي لازم كل الناس تتعلمها يعني، في من تقريبا، مش عايز أقول من حضانة، أنا أفضل من حضانة، لكن في الابتدائي لازم الكل يتعلم برمجة. جميل جدا. في حد بيسأل عن رأيي في مجال الداتا ساينس. طبعا ده مجال كبير جدا. انا كنت في محاضره مهمه في بره، فاللي قبلي قال اللي مش هيملك معلوماته مش هيبقى موجود بعد 5 سنين، سواء شركه سواء دوله. فلا، الداتا ساينس طبعا اهم حاجه. المانيا حذرت من اسبوع ان التسلح الحديث في الارتفيشال انتليجنس، فان الدول بتنافس بعضها في الارتفيشال انتليجنس، وممكن ممكن بالارتفيشال انتليجنس تعمل حاجات مهوله. فطبعا الداتا ساينس اهم فيلد في الدنيا دلوقتي. في حد بيسال هل في فرصه للاسئله؟ طبعا. سيد شراء بشكر حضرتك على الويبينار، وحسام بيسأل حضرتك كيف أمكن التوفيق بين العمل الأصلي وتطوير الـ OFTMWB، وكيف تم تمويل عملية التطوير؟ دي نقطة، ده سؤال مهم قوي، وخاصة التمويل، لأن في ناس متصورة في حقيقة، بس يعني التصور العام خطأ، يعني إن بره أسهل من هنا، وإن إحنا هنا بس محدش بيهتم بينا والدولة مش مهتمة. الكلام ده كله غلط يعني. ما في الدولة هناك ما بت مش فرشة ورد وتعالى يا مخترع قرب لنا. للحق احنا اتعاملنا سوبر في كندا، بس ده كان سوبر كسروا القانون علشان، فده وضع مختلف جدا، لان المراجع اللي راجع الاختراع بتاعنا قال لهم ده على مستوى ألكسندر جراهام بيل اللي اخترع التليفون، فده هيغير العالم تاني زي ما التليفون غير العالم، فالدولة اهتمت. لكن الطبيعي بره ان في نظام تمويل من الانجل انفسترز. للاسف احنا شعوب عقارية، وانا اولكم يعني، فمش مش مش عيب يعني. احنا شعوب عقارية بنفهم في المباني. عشان اقول لكم نكته يعني، انا كنت قاعد في الدور 76 في البنك اوف امريكا تاور في نيويورك، وسالت المبنى ده كام دور، مش حاجه و70 حاجه و80، بتدفعوا كام ايجار؟ وانا في وسط القضيه، فقالوا لي انت بتسال ليه؟ قلت لهم عايز احسب المبنى ده يستاهل كام. فالفكره هنا ان احنا شعوب عقاريه، العقار بنفهمه 100%. الشعب مش مهتم بالتكنولوجيا، ومش مهتم. لو انت رحت لوالدتك وقلت لها انا عندي تكنولوجيا هتغير العالم، مش هتقلع غويشة وتديها لك زي ما هتقلعها لو جهاز العروسة او النيش اللي في اللي ما حدش بيستعمله. فللأسف لازم الفكر ده يتغير، ومش هيتغير الا عن طريق نحن، عن طريق علماء مصر يظهروا في الاعلام ويدعوا الناس انها تعمل كده. كندا متأخرة عن أمريكا في الموضوع ده. أمريكا عندها إيكو سيستم كامل، زي أكنك مثلا الإنجل إنفستر ده لما بيجي معاك بيحولك لي السيد كابيتال دول. السيد كابيتال دول لما بيجوا معاك بيحولوك للسكند والثيرد راوند اللي يجوا بعد كده. الثيرد راوند ده أكيد يطلعك على البورصة مع الشركة دي. فالنظام ده يعني مفهوم جدا في امريكا، وبيشتغل بسلاسه عجيبه، تروس صغيره بتحرك تروس كبيره وتطلع الشركات. فده يعني ده كان السؤال المهم اعتقد يعني، ازاي حاولنا؟ لا خلاص يعني الحمد لله، الشخص الثالث اللي دخل معانا وميشيل كان اسمه فريد روجرز، كان شاطر جدا في البيزنس، وكان
للاسف اعمى يعني، فكنت بسوق وانا في عربيتي طول الوقت، وكان بيعلمني وانا كنت لحد النهارده تلميذ مجد بسمع واتعلم. فهو علمني كل حاجه عن البيزنس، فانا نفذت. انا لما اشتريته اتصل بيا بعدها بخمس سنين وقال لي انا ما كنتش مصدق انك هتعرف تعمل كل اللي قلته لك. فالفكره انك لازم طبعا يعني اتعلم وتستمر اتعلم لحد ما تموت. ف يعني اتعلم وتعلم ونفذ الكويس. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. فاتعلم دايما انك مش بتنتقد، يعني للاسف احنا عندنا ان كل كلمه بنسمعها بننتقدها، لا، دور على الكويس في اللي انت سمعته ونفذه. تمام. دكتور خالد الأشموني بيقول قصة ملهمة وفيها دروس كتير لنا. دكتور نتمنى نعرف نقابلك لو زرت سان فرانسيسكو. أكيد إن شاء الله. سيد شرارة بيقول رحلة ملهمة من الابتكارات والتحديات وخاصة ثقافة الذكاء الفكرية، فهل تم تدوين وتوثيق هذه القصة في كتاب؟ أتمنى ذلك ونشر نطاق واسع في الوطن العربي وتقبل تحياتي. احنا شغالين على كتاب بصراحة، يعني انا حريص جدا او قلوق جدا من اني اكتب حاجة واقول حاجة غلط واوجه حد بطريقة غلط. فمعايا اتنين محررين بيحاولوا دلوقتي يعملوه يعني، بس الملكية الفكرية انا عملت فيديوهات كتير عنها، ويعني للأسف في سوء فهم عن الملكية الفكرية. في ناس بتقول مثلا أنا عايز أسجل اختراع بس هخبي حاجة، لو خبيت ما بقاش اختراع، دي اسمها سر المهنة. الاختراع فكرته إنك بتدي سر المهنة بتاعك لعدد كبير غيرك يطوروا عليه وبناء عليه يدفعوا لك امتيازات على الاختراع بتاعك. لو خبيت حاجة الاختراع باطل. فطبعا مش باطل، اللي انت سجلته تسجل، لكن هيجي حد بعدك ويقول سر المهنة ده يبقى هو صاحب الاختراع الحقيقي يعني. في نقطة بس عايزة، ما دام اتكلمنا عن الاختراعات، في ناس بتقول للأسف كان في سمعة وحشة للأكاديمية ان مثلا لو سجلت الاختراع بتاعي هيتسرق. مش مهم، التسجيل احنا بنسجل علشان الكلمة دي، بنسجل لتاريخ. انت عايز تسجل التاريخ ده وبناء عليه بتقدر بعد سنة تقول لا انا عايز اقرر بقى اسجل في دولة تانية، فبتعمل كروس البوكس ده بتاع التسجيل الدولي اللي هو البي سي تي، تدفع مبلغ اكبر شويه. لكن مصر ليها ميزه كبيره جدا، التسجيل رخيص جدا. انا سجلت اخر اختراع ب 160 جنيه وكانوا ساعدوني في اللي قبله شويه فدفعت 240. ف يعني الحمد لله، يعني دي ارقام زهيده جدا في مجال الاختراعات. امريكا قال حاجه 800 دولار. تمام. نصار بشكر حضرتك. وفي سؤال معانا من محمود عبيد: concerning internet of things, how far can the current networks allow devices to communicate on the same network. طبعا هي الانترنت اوف ثينجز زي ما قلت، يعني احنا من اوائل الناس اللي اخترعوها، لكن المشكله في الانترنت اوف ثينجز هو الانترنت. ما هو مفيش انترنت كويسه في العالم انها تقدر تخدم. مثلا انت لو انت عايز عربيه تقود نفسها لازم طبعا تبقى متصله طول الوقت، لان في نقطتين مهمين. الأولانية طبعا علشان تبقى بتاخد معلوماتها من الطريق وبعضها هي ما بتقدرش تحلها، لازم تبعتها وتستلم الرد. والحاجة التانية، لو عربية عملت حادثة مفروض تبلغ كل العربيات انها تصلح نفسها ان الحادثة دي ما تتكررش. ف يعني طبعا الحاجات دي كلها محتاجة اتصالات سريعة واتصالات في كل حتة وما يبقاش في ديلاي عالي. فده طبعا مش موجود حاليا، وده فكر ال 5G، بيفكروا ان ال 5G يعمل الكلام ده. تمام. ندى بتشكر حضرتك يا دكتور. وهدير برضو. بعد كده عندنا مصطفى بيسال بيقول: انا مهندس اتصالات وشغال في مجال الشبكات بس حابب البحث العلمي، كان نفسي ابقى باحث، كنت عايز اعرف طريق ايه وابدا منين. يعني مش عايز اقول انها موهبه الى حد كبير، لكن الفكره يعني ايه اللي بيفرق العالم من الشخص الثاني؟ العالم بيسال. يعني انا وميشيل كنا دايما نهزر على الموضوع ده، لان كان دايما يقول لي انت المخترع لان انت اللي بتسال، يعني هو اللي كان بيرد عاده. فانا كنت بسال سؤال، وكنت انا دايما اقول بسال سؤال غبي
وهو يرد عليه بذكاء جدا. فكنت دايما اضحك واقول له انا ما سالتش ده، انا سالت حاجه ابس. قال لا انت سالت سؤال عميق جدا وده الرد بتاعه. فالفكره ان المخترع المبتكر العالم بيسال عن كل حاجه، عايز يفهم كل حاجه. وعايز اقول لكم ان كل حاجه في حياتي ما فهمتهاش وما سالتش اكتشفت بعد كده انها مشكله كبيره في الفيزياء او في الاتصالات او يعني. فالحاجات اللي انت ما تفهمهاش اسال وهتلاقي ان وراها عمق من الابحاث. فهو دي البحث بيجي من انك بتسال، اسال كل سؤال. هتلاقي مره سالت سؤال ما حدش يعرف له اجابه، دخلت انت بقى في عمق البحث العلمي. تمام. بعد كده معانا محمد بيقول is there a paper about the new traveling salesman B&B solution؟ لا مش سمعت السؤال كويس. Is there a paper about the new traveling salesman B&B solution؟ في اكتر من واحده وفي برزنتيشنز وكده، معلش بقى مش هقدر ابعتها دلوقتي. ان شاء الله يعني توضى التواصل ونحطها في حته يعني ان شاء الله. تمام باذن الله. أمل جعفر بتسأل بتقول what is the related domains to wireless communication that can show booming in next period, semiconductor industry, embedded software, other fields. لا يعني اللي أنا بعمله دايما بعمل search. هو زي ما قلت على البحث العلمي طبعا search garbage in garbage out يعني. فلازم أنت تبقى يعني روح ويكيبيديا الأول. فويكيبيديا ممتازة بلا شك طبعا يعني، مع انها بقت اسمها ايه polarized قوي يعني. حاول تغير اي حاجة، حاول تروح تحط في الواي فاي ان انا اخترعتها، حاول تحط في الواي فاي ان انا دفعت فلوس لهادي لامار، مش هيرسمحوا ابدا. فللأسف it's very polarized very politicized. لكن المعلومات اللي فيها سيبك بقى من الحاجات مين اخترع ايه والحاجات دي كلها، لكن المعلومات العلمية سليمة إلى حد كبير. فأنا أول حاجة بروح أقرأ ويكيبيديا، أجيب الكي تيرمز وأعمل السيرش على الكي تيرمز بقى. فبستعمل الويكيبيديا كمرجع أساسي، أجيب منه الألفاظ والحاجات اللي أعمل عليها سيرش وأعمل السيرش بقى واتمعا. طبعا إحنا مش أي عالم، مش عالم في كل حاجة. فأنا اما بعمل السيرش بتاعي بلاقي حاجات بقى تستهويني وحاجات ما تستهونيش، فبروح الاتجاه ده زي ما دايما بقول اشتغل على اللي انت بتحبه يعني. فبلاقي حاجات اتجاه عجبني بروح ادرس فيه اكتر واوصل لحاجه او ما اوصلش يعني. عظيم جدا. ساره بتسال بتقول ايه افضل وسيله اقدر من خلالها ادخل في مجال الداتا ساينس؟ هزر اقول لو عرفتي بقولي لي. لكن نفس الشيء يعني، تابي الكلمه دي في ويكيبيديا هتلاقي انترودكتوري ارتكل، والارتكل ده هيوزعك على 30 40 ارتكل تاني. كمان 6 اشهر هتلاقي نفسك بقيتي فاهمه الموضوع كويس جدا. انا يعني ويكيبيديا والانسايكلوبيديا سايتس والحاجات دي ممتازة فوق الوصف يعني. أنا طول عمري بحب الانسايكلوبيديا، فويكيبيديا طبعا ميال إليها، إلا إن طبعا يعني very often it's boring يعني مملة، الكلام ناشف قوي يعني. فطبعا في مواقع أبسط لكن أنا شخصيا ما أعرفهاش للأسف يعني. جميل. في واحد على لينكدإن بيسأل بيقول أنا الجامعة دلوقتي بدرس ميكاترونكس بشتغل في مشاريع ذكاء صناعي، بس المشكلة بس اللي في أنظمة مختلفة، أفضل أشتغل في مجال واحد ولا ممكن أشتغل في مشاريع في مجالات مختلفة؟ تخلي في موضوع كبير. أنا ليا رأيي في العلم والتعلم والمعرفة إن البني آدم ما عندوش قدرة على إنه يكتشف أفكار جديدة. كل اللي بنعمله توافيق وتبديل لأفكار قديمة. فتعدد المجالات ده شيء عظيم جدا، لان التوافيق والتباديل بقى اللي انا جبتها من الرياضيات لما حطيتها في الفيزياء اتقدمت قوي. اما خدت الفيزياء والرياضيات وحطيتهم في الـ OFDM اتقدم جدا جدا.
فالطفرات الكبيرة دي بتحصل بسبب التخصيب ما بين المجالات المختلفة. فلا أنا شخصيا أشجع طبعا مع علم، يعني ذاكر ذاكر ذاكر، دي ملهاش، القراية والمذاكرة ملهمش نهاية. جميل. أحمد حسن بيسأل بيقول أعتقد في مصر ممكن يكون في موانع أمنية للعمل على الميش نتورك وده هيحبط أي محاولات، هل ده حقيقي؟ مش في خبرتي يعني طبعا، احنا رسمي الواي فاي راوتر لازم يبقى متسجل، ما فيش واي فاي راوترز المفروض يتباع في السوق، انت لما بتروح تشتري انت كسر القانون. طبعا من الناحيه الامنيه مصر متاخره سنه في التراخيص وكده، لكن في حركه ممتازه الايام دي يعني، فاعتقد مش مشكله كبيره. لو حد حب يعني، لو انت دخلت واي فاي راوترز وفيها مش، انا ما حاولتش بصراحه يعني حساسيتي الشخصيه ما بحاولش، لكن لا يعني موجود، لو حاولت تدخلها هتخش عادي كواي فاي راوتر يعني. أمل بتسأل بتقول can you rank most important work domains now in the next future؟ بلا شك البرمجة in general full stop يعني، so programming number one، AI number two، data sciences، deep data، deep learning number three، artificial intelligence in general بقى يعني. يعني لا، ما انا ما قلت artificial intelligence كان قصدي neural nets، لكن artificial intelligence in general في البرمجه، artificial intelligence، neural nets and data sciences in general يعني deep learning وكده. ودي كلها على فكره مجالات سهله جدا لمصر يعني، يعني مش النواحي الامنيه والحاجات دي مش هتتعبها يعني. طبعا في ناحية الهاردوير، الكهرومغناطيسية لاستعمالات التحكم في الجو، التحكم في الزلازل والحاجات دي كلها، دي أفكار موجودة والعالم شغال عليها يعني. عظيم. صفوان بيشكر حضرتك على اللقاء الملهم، ويحيى نفس الكلام. معانا عمرو رمضان بيسأل بيقول ايه رأي حضرتك يا دكتور في دخول الاندستري الاول ولا البوست جراديويت ستاديز في مجال الانوفيشن في الاتصالات، وايه الليميتيشنز اللي ممكن تواجه شخص في البوست جراديويت ستاديز؟ الاندستري انا دخلت الاندستري الاول، وبلا شك ليا انا لشخصيتي دي كانت عامل رئيسي جدا فيه، لان دخلت شركه بتعامل الموظفين معامله الجيش، فينا سينيوريتي واللي أقدم مني بيوم يقدر يأمرني وكده، فبلا شك ده كان مفيد ليا جدا ووجهني شلون بشي مثلا بنبص على أي مشروع ونحكم عليه بالساعة يعني، نقول الموضوع ده هياخدني 5 ساعات عشان أخلصه بجد يعني، لما أقعد أفهمه وأبدأ أشتغل عليه هاخد 5 ساعات إن أعمل التجارب دي كلها. فتعتمد على الشخص أولا، لكن ثانيا الأهم بقى عيب الدول العالم الثالث، ان احنا مش عارفين الاندستري فين يعني. انا في القصة نقطة مهمة جدا، انا كنت يعني وقفت على زي ما نيوتن قال على اكتاف ناس عظماء في الاتصالات، وعرفت الاتصالات واقفة فين فعلا يعني، ما فيش حد في العالم كان عنده حاجة ما شفتهاش. ف بناء عليه أي حاجة أنا عملتها تحسن الوضع ده كانت بتعمل تقدم للعالم كله. ف being in the industry، إنك تبقى في الاندستري وتعرف المشاكل الاندستري ده طبعا يعني لا يقدر بثمن يعني، لكن تعتمد الاندستري اللي انت هتبقى فيها. لو هتخش مثلا الكاستمر سيرفيس في فودافون، I don't think that's gonna be very useful for the postgraduate يعني. ف الأهم إن الواحد يخش. طبعا في فرص دلوقتي مع فاليريو، مع في ناس أعرفها دخلت من الجامعة على طول هنا، اشتغلت في نوكيا واشتغلت في شركات أكبر في مجال الاتصالات، ف يعني تعتمد هتشتغل فين. طبعا
تمام. محمد فتحي بيسأل بيقول هل في اهتمام من حضرتك استخدام الاتصالات اللاسلكية في حل مشكلة الطاقة للأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة الاتصالات؟ لو قصدك وايرلس الكتريستي طبعا، لان ده موضوع كهرومغناطيسيه مهم، وتسلا كان نيكولا تسلا كان اشتغل عليه، واي حاجه اشتغل عليها تسلا، يعني انا هقول لكم سر بس ما تقولوهوش لحد تاني، تسلا هو اول من اخترع الاو اف دي ام، بس ما حدش فاهمه. يعني تسلا عمل حاجات ما حدش فاهمها لحد النهارده يعني. فمن الحاجات اللي هو عملها، بس عيب تسلا انه كان بتاع شو بيزنس اكتر منه، لا بتاع شو بيزنس فوق ان هو عالم كبير. كان عايز لما يعمل الوايرلس الكتريستي كان عايز يبعت الكهرباء بقطر الارض كله، يعني يبعتها من الناحيه دي من الارض للناحيه الثانيه من الارض. يعني كان بيحاول يعمل اكبر واصعب حاجه، لكن في الطريق ان هو يعمل دي كان عامل حاجات اصغر اكبر جدا. والوايرلس الكتريستي موجوده وشغاله. الحاجه الثانيه اللي هو كان بيعملها اللي هي هارنسنج الكتريستي، بيلم الكهرباء من الجو، وده شيء برضو ليه اهتمام بيه. هل ده هيشغل الاجهزه الكهربائيه زي الموبايل والحاجات دي؟ ما اعتقدش، لكن بلا شك يقدر يعمل مصدر للكهرباء يعني. كريم بيسأل سؤال تاني بيقول هل الكوانتم كوميونيكيشن هيكون ليها مستقبل، وهل هيهدد مستقبل التشفير لو وجد كوانتم كمبيوتر؟ طبعا السؤال ده مش نظري، السؤال ده عملي. الكوانتم كمبيوترز إلى حد كبير موجودة بس بتغلط، يعني اللي أنا فاهمه لحد النهاردة إنها مش شغالة 100%. الفكره بقى ان انت عايز تكسر شفره، انت مش محتاج تفكها غير مره واحده، فتغلط انك وانت بتفكها 30 مره وتفكها مره خلاص اتحلت. فالشفره في ازمه في العالم حاليا بالنسبه لموضوع الشفره. في شفره ما تكسرش اللي هي الوان تايم باد او تي بي، بس عيبها في المانجمنت والديستريبيوشن، ان انا استعمل الشفره مره واحده وما استعملهاش تاني، ازاي انت هتعرف الشفره اللي انا هستعملها اللي جايه؟ فالتوزيع واداره الشفره دي مشكله، ومحتاجه اتصالات سريعه، فالمواضيع متشابكه، فالاتصالات مع الشفره شيء مهم جدا يعني. هل هتشتغل في يوم؟ لا ما اعتقد يعني، لان احنا بس محتاجين نتعلم الليميتيشنز بتاعتها ونستعمل الليميتيشنز. اغلب الناس بتغلط انها بتعتبر الليميتيشن ده تحدي وعايزه تتخطاه، لا، عيش بالليميتيشن. انا لو دخلت الكوانتم كومبيوتنج هعمل كده، يعني هعرف الليميتيشنز بتاعتها وهستعملها مع الليميتيشن. يعني ده تميزت بيه في كذا حاجه، ف يعني بس طبعا انا ما عنديش اي ديزاير او رغبه ان اخش الكوانتم كومبيوتنج. تمام. معانا عمرو بيسأل سؤال بيقول هل ممكن بعد دراسات الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي الرجوع إلى الاندستري، ولا يفضل الدخول للاندستري مباشرة؟ لا مش فاهم السؤال، كان فيه إفس كتير علي. يعني أقول إن طبعا يعني لو الواحد عمل دكتوراه في الذكاء الاصطناعي خلاص يخش الاندستري عشان يتعلم مشاكل حقيقية، يعني البراكتيكال بروبلمز. وزي ما قلت مع الذكاء الاصطناعي حاول تغير المجال كتير، هتلاقي نفسك بتخدم. احنا لسه في مهد الذكاء الاصطناعي، لو الناس تفكر هيعمل ايه ده هيغير الدنيا خالص. يعني هيبقى هو المدرس، هيبقى هو هيدي المحاضره دي نيابه عني، يسمعني 5 6 محاضرات وهو يقدر يدي بعد كده. فالدنيا هتتغير خالص بالذكاء الاصطناعي. بس لو عايز توضح السؤال اكتر ما عنديش مانع. طيب احنا نستنى عمرو مجدي دقيقتين كده لو حابب يكتب توضيح او حاجه، فانتظر بقيه اسئله الناس ان شاء الله عشان دكتور حاتم يرد عليها. شادي بيقول لقاء ممتع، جزيل الشكر دكتور حاتم، هل في طريقه للتواصل مع حضرتك؟ انا ههزر معاك يا شادي،
انا اول اللي هو راجل الاعمال الكفيف اللي كنت بسوقه ده قال لي لو ما تعرفش توصل لي يبقى ما تستاهلش توصل لي. فانا بهزر بس يعني. الفكره طبعا انا على الفيسبوك وعندي صفحه رسميه على الفيسبوك وبرد على يعني، فلا سهل جدا انك توصل لي. تمام، شكرا جزيلا دكتور. فأتمنى كلك التوفيق، وأي حد عنده أي سؤال. أنا نسيت بس أقول حاجة واحدة، فأنا عامل حاجة اسمها حاتم زغلول أكاديمي، مش بتدي شهادات ولا أي حاجة، كل غرضها أنها تساعد الغير أنه ينجح ويعمل اللي هو عايز يعمله. فبنساعد شباب كتير يعني. آخر حاجة كان شاب عرض علي فكرة أنه هو بيعرف ينتج أكسجين، فقررنا نعمل نيبولايزر واكسجين جنريتور للبيوت، رخيص جدا يعني، ارخص واحد في السوق النهارده ب 15000 جنيه، احنا نقدر نعمله ب 1000 وشويه او 2000 جنيه يعني، يتباع ب 2000 جنيه ان شاء الله. جميل، ما شاء الله دكتور، ربنا يجزيك خير وتفضل دايما داعم للطلبه واصحاب الاختراعات. عاصم بيسال بيقول هل الذكاء الاصطناعي قادر على استبدال العمال بالروبوتات في مصر بالأخص، وخاصة إن مصر الشبكة فيها ضعف؟ هو في الواقع الشبكة ما فيهاش ضعف حقيقي، الضعف في الإنترنت اللي جاية البلد كلها يعني. البلد كلها كدولة اللي هي وي مشتركة في الإنترنت عن طريق إيطاليا وعن طريق دول تانية، اشتراكنا نفسه صغير. لو خدت مثلا احنا مثلا ممكن بناخد 4 تريليون بيت بير سكند، بس اقسمها على عدد المستخدمين هتلاقي نصيب المستخدم قليل جدا. فده السر، الضعف الحقيقي في الانترنت. وبعدين كلنا عايزين نتفرج على افلام اجنبيه او بنخش على الانترناشنال انترنت مش اللوكال انترنت، واحنا مش منتجين كونتنت، فللاسف اغلب استخدامنا للانترناشنال انترنت. لكن ان شاء الله الوضع ده هيتغير، وبلا شك الذكاء الاصطناعي هيخش، والاوتوبيسات الكهرباء يعني في خطه ان على افتكار يناير يبقى الدائري ما عليهوش الا اوتوبيسات كهرباء، فده هيبقى شيء عظيم جدا. والاوتوبيسات دي محتاجه تواصل دائم مع الشبكه لان بتحتاج كهرباء دوريا، فمحتاجه تقول للشبكه محتاجه امتى والكلام ده كله يعني. جميل. عاصم برضو بيعقب على السؤال اللي فات بيقول ليه مصر ما حاولتش تدخل شبكات الجيل الخامس في ظل انها هتوفر حاجات كتير؟ الحقيقه يعني ده رايي الشخصي طبعا، وانا شخص يعني الجيل الخامس في مصر ملوش فايده النهارده خالص. ما اعرفش تعرفوا ولا لا ان اقصى سرعه للفور جي 3 جيجا بت بير سكند، فاحنا لسه ما هرشناش حتى في الفور جي. فالفور جي لما تستعمله لقدراته، أمريكا كانت وصلت ل 700 وفوق 1.3 جيجا، فلما توصل للسرعات دي خلاص بقى محتاج تنقل للفايف جي. فاحنا مفروض يعني نستغل التكنولوجيا اللي عندنا، لأن لو حطوا الفايف جي احنا اللي هندفع. مفروض نرخص الاتصالات، لأن الاتصالات مش رفاهية يعني. أنا مؤمن جدا أن الاتصالات أساسية جدا لحياة البني آدم يعني، فلازم نرخص الاتصالات ونخليها في متناول الجميع، ونساعد على سرعة الأبلود علشان الناس تقدر تقدم المحتوى، وإن شاء الله ده يساعد في التقدم. تمام، احنا في انتظار أسئلتكم. أنا زي ما قلت لكم أنا موجود على النت وبرد على أي سؤال، وبتمنى أساعد المخترعين والمبتكرين في أي وقت إن شاء الله. الله يجزاك خير يا دكتور. عمرو بيسأل بيوضح السؤال بتاعه، بيقول توضيح للسؤال أكثر. أنا حاليا بحاول أكمل دراسات عليا للدكتوراه، ولكن أنا حابب مجال الإندستري أكثر من المجال الأكاديمي، وخايف إذا كملت دراسات عليا يكون الرجوع إلى مجال الإندستري أصعب، خاصة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة العامة. هو بس الإنجليزي ملخبط كده مش عارف. لا طبعا، يعني أنا أقول لأي حد في الأول وفي الآخر استفتي قلبك يعني. فأهم حاجة إنك لازم تشوف قلبك مرتاح ليه، دي مهمة جدا. لكن يعني كل حاجة
إلى حد كبير ممكنة. فلو أنت يعني كملت الدكتوراه ويعني أتمنى أن أنت تعمل حاجة يعني تبقى مؤثرة في العالم كله، هتقدر تخش الاندستري بقوة في أي حتة. لكن لو الشغل بتاعك متوسط وبس يعني تقدم بسيط في حاجة، يبقى السؤال له قيمة ومهم، ويعني احنا بنعمل كل اللي بنعمله علشان نخدم الاندستري في النهاية او نشتغل في الاندستري. يعني انا ما حبيتش ادرس، انا درست سنتين وبعدين ما عجبنيش التدريس، قلت انا لو عدت نفس المحاضرات دي بنفس النكت ونفس الهزار مرة تالتة هنتحر، فسبت الجامعة على طول يعني ودخلت الاندستري. فالقرار ليك طبعا يعني، لكن لو انت بتعمل شغل مهم العالم كله هيجي لك ان شاء الله. نصائح مهمه من دكتور حاتم، ووبينار مثري للغايه، وتكلمنا فيه عن رحله دكتور حاتم زغلول في مجال الاتصالات بطابع تقني. طيب في سؤال بس من اشرف، سؤال اخير بيقول: ما هو توقع حضرتك لتطور الواي فاي في المستقبل؟ يعني احنا وصلنا دلوقتي ل 3 جيجا بت بير سكند، ودي سرعه عاليه جدا للواي فاي. الراوتر اللي هو المفروض مثلا بيشتغل في حدود 20 30 متر، دي سرعات كويسه جدا للواي فاي اللي هنشوفه في القريب. يعني قد يتمكنوا من ان هم يسمحوا بالهاند اوفر. المشكله في الواي فاي ان بيقولوا عليها اقطع قبل ما تبني. فانت مثلا بتكلم واي فاي راوتر وبتتمشى، فبتفضل تكلمه لحد ما السيجنال تتقطع وبعدين تبني مع الراوتر الجديد. لو في الموبايل طبعا الكلام ده مش اللي بيحصل، عكسه شويه، ان الموبايل بيقول للبرج ان انا سامع ابراج ثانيه، ودي الإيريات بتاعتي. فالابراج بتقول له لا خلاص روح البرج الفلاني، ويستمر في المكالمه. ده ان شاء الله بيحاولوا يدخلوه في الواي فاي، ولو دخل هيخلي الواي فاي احسن جدا، الخدمه اللي هي بتقدمها احسن جدا. على فكره لو انت بتستعمل نفس الاجهزه، يعني مثلا انا لما ببني الشبكات بتاعتي ببنيها باجهزه شركه اسمها يوبيكوتي. فلو انت بتستعمل اجهزه يوبيكوتي في كل حته وبتستعمل يوبيكوتي سويتش، الهاند اوفر ده بيحصل سليم 100%، والموبايل بيساعد فيه وكل حاجه بتشتغل كويس. في سؤال تاني من عاصم بيقول: نصائح حضرتك يا دكتور لناس في اولى جامعه متعمقه في مجال التكنولوجي وخاصه الذكاء الاصطناعي، وتنصح بالتدريب في الوقت ده، وايه افضل المجالات المشهوره وتنصح الناس تهتم بيها؟ بالنسبه للمجالات اللي هو اخر السؤال، انا قلت يعني الديب ليرنينج، الداتا ساينس، الارتفيشال انتليجنس ان جنرال، النيورال نتس ان بارتيكولر، دي المجالات اللي اعتقد ليها مستقبل كبير يعني ان شاء الله. ف النيورال نتس طبعا، على فكره في نقطه مهمه بس بالنسبه للحاجات دي، ثاني الحداية ما بتحدفش كتاكيت. هتلاقي جوجل عاملة موقع، واي بي ام عاملة موقع، ومايكروسوفت عاملة موقع للذكاء الاصطناعي. خش اكتب اللي انت عايزه وحنديك كل البرامج وكل ال، وانت اللي عاملة حاجة للرؤية للفيجن، فاللي هو الفيس ريكوجنيشن والريكوجنيشن ان جنرال، يعني الايمج ريكوجنيشن. الحداية ما بتحدفش كتاكيت، هو بياخد اللي انت بتكتبه، بيعتبره جزء من تكنولوجيته هو مع الوقت، وداك المينز ان انت تثبت الكلام اللي انت بتقوله، فالكلام بتاعك بقى بتاعه هو يعني. لكن في نفس الوقت جرب فكرتك، شوف النظام بتاعك واشتغل على البرامج دي. انا بس بدي نصيحة يعني انك تحرص يعني. والذكاء الاصطناعي طبعا سهل جدا. انا شخصيا لعبت في، مع اني يعني مش خبير برمجه ولا خبير ذكاء اصطناعي يعني، لكن اشتغلت عليه وبقود مشاريع فيه. ف يعني سهل جدا انك تخش في الذكاء الاصطناعي يعني.
اللحظة دي أنا محتاجة أخرج بقى، يعني أتمنى لكم كلكم التوفيق، وأي حد عنده أي سؤال يتواصل معي على الفيسبوك أو الصفحة الرسمية. الفيسبوك أفضل للشخص يعني، لأن أنا الوحيد مفيش أدمين معايا يعني. فأهلا وسهلا بكم في أي وقت، وربنا يوفقكم، وأتمنى لكم التوفيق في كل اللي أنتم تشتغلوا عليه. حسن بشكر حضرتك وكلنا باسم علماء مصر وباسم كل المتابعين بشكر حضرتك دكتور حاتم على الويبنار المفيد، وان شاء الله دكتور حاتم متاح على الفيسبوك لو في اي حد عنده اسئله، وباذن الله دكتور حاتم بنطمح ان حضرتكم معنا في ويبنارز اخرى مع علماء مصر. شكرا جزيلا دكتور حاتم، شكرا جزيلا للمتابعين، ونلتقي في ويبنار اخر باذن الله. شكرا. شكرا. السلام عليكم.